السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على بوداوي، يعني بوداوي ان شاء الله بربي ما يبليسوكش برك بوداوي. هادو ادم الناس وطيحوه، هادو بن ناصر وجابوا له رقاد. شفتم ربي هادو، انا بزاف ناس يقولوا لي انت مشاك باغي تهضر على العفلاني، نهضر عليه شويه صحيح، نهضر عليه 10 دقائق ومن بعد نهضروا نحوسوا كيفاش مين يجي محرز هنا ويجي بوداوي هنا ويجوا اللعابه هنا يشوفوا يسيبوا الظروف ملائمه حوسوا ننظفوا لهم اللهنة. وما بوداوي راه يلعب صحيح، بوداوي ضربت في البارا ناس، انا شفتهم يجي يدير لك كيما اسمع بالي توليست رايحتك، اسمع ريميني كيش ترى يهضر، اسمع ابو تريكا ترى يهضر، اسمع كل يوم يقول لك اسمع فلان راه يهضر على ذاك الجو، هو غير هضرة غير واحدة. يا ودي ومي تروح تحوس في لي سيت تاعهم تحوس ما تصيبش كاع. تصيب هادو الناس اللي يقول لك اسمع راه يكذب عليك. هنا المهم وين بوداوي ان شاء الله ربي يحفظك من العينود عمي، راه من الناس كيما نظاري يبليسوك، راني خايف يبليسوك. ما صايك انت مش عامل خطر، كنا نهضر نقولوا بوداوي ودي بلاصه تاعو كيف بوداوي راه من 2019 زعما مازال بوداوي يقولك مازال يا ودي صايك بوداوي صايك هاي قلع، هذا هو وقتها يقلع، هذا هو وقتها يقلع بوداوي يعطيه اللعب. دير الخطه اللي تناسب بوداوي، دير الخطه اللي تناسب بوداوي. كان اللي يقول لك في غولي حطوا ويما بغيت ودينا على الشيطان. في غولي كان يلعب، كان ميجا هذا المشرف النهار الاول بغى يخلط، هو بغى يخلط الروح وبغى يدير الخطه تاعو، ضرباتو البنين بواحد مركاولو بريمير ميتو ما طاحش كاع ايغاليزي، عاود قلبه محرز الواه قال له دير وين دير في غولي وانا وين نلعب فلان وين يلعب هاكي نلعبو هادي غادي تنجحك. ومشي انا هدرت هدرها حتى محرز هدرها، قصرت معاه زوج سوايع قصرنا، هو بروحو قال محرز. ومن بعد هو ما عجباتوش لونترينر، ما عجباتوش نهار اللي محرز قال لهم لونترينر قال لي كيفاش تخدموا في مانشستر سيتي، ما عجباتوش الهضره، ما عجباتوش. احنا المهم وين نعاودوا ان شاء الله بربي ذا بوداوي نستادوا به هنا في المنتخب الوطني. نتوما كاين ناس في اليوتيوب هذو ولا في الصفحات يهضروا على بوداوي في نيس، يا بوداوي احنا فين نحتاجو هنا في ليكيب ناسيونال، هيا ها وقتها صايب وقتها. كان اللي يقول لك هاديك بارادو شا خرجت، يا ودي بوداوي قال لهم نهار اللي وليت نتريني في فرنسا قال لهم حسيت روحي هذا وين راني نبدا مينيما، قال ما قلعت مينيما ما كيما نهار نعايجي راح البرتغال مسكين، قالوا له انت اللي يقول انت مأمنين باللي انت هو البيتير، قالوا له بيت روح قالوا له هنايا ايش سي صالح ولا. وشارك اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي اساسي في مباراة فريق نيس امام اوكسير ضمن الجولة 26 من الدور الفرنسي لكرة القدم، سهرت اول امس الجمعة والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة. ونال بوداوي يعني تقييم 6.9 من 10 وين درجة من يعني من واه في منصة أوردرسكور المختصة في إحصائيات كرة القدم كرابع أفضل تقييم في نيس بعد زميله في خط الدفاع جوردان ب 8.5 وجون يعني 8.2 والمهاجم المخضرم لابورت 7.5 واللاعب بوداوي يعني واللاعب بوداوي يعني دقائق مباراة كاملة ضد أوكسير حيث صوب 3 تمريرات على المرمى الحارس الروماني أندريا وصنع فرصة التهديف واحدة، في حين كان فعال في الناحية الدفاعية واستعاد الكرات 9 مرات وإنهالت عليه إشادات على النجم الدولي الجزائري هشام بوداوي بعد المستويات المميزة والتي قدمها في الفترة الأخيرة مع نيس الفرنسي. وأسهم اللعاب وسط صاحب 23 عام بشكل كبير في سلسلة النتائج الإيجابية.
شو على تنسوا نديروا حاجه مليحه؟ اي بان نقول لكم سمحوا لي، هذا بوداوي، هذا شتي، قلت لك شتي بوداوي، ايت النوري، هذو الى هذا لونترينر ما يلعبهمش، ما يلعبهمش. انا ما يروحش الموفمنت في الايفان 3 ماشي خير، يلعبوا في الايفان 3 ماشي خير، دوك على رمضان يلعبوا في الايفان 3 يكاليفوا لي كيم ناسيونال ما تسال واو لله ينجبوا الزدادقه هذا كاع كاع ينجبوا. قلت لك الزدادقه، الزدادقه كبير، الزدادقه من نات كانت عنده 23 عام، هو باين لعب لي تا ولاد عنده 26 وقيل له 27 باش جابها. وين هو في نقولوا باللي السلسله وين شاهدنا كيفاش الوسط صاحب 23 عام وين بشكل كبير في سلسله النتائج الايجابيه التي حققها نادي جنوب فرنسا خلال الاسابيع الاخيره، وبرز نجم النجم الجزائري بانتظام ادائه بجانب قدرته على اللعب في جميع المراكز، خط وسط الدفاعي والهجومي. قادر هو قادر يلعب في البوست تاع بن ناصر، يخلي بن ناصر يريح، ينجم يخلي هذه النيجر سي يا هذه النيجر هذه برك، قادر تخلي بن ناصر يريح، تخلي الناس يريحوا ودي اللعابه ونشوفوا اللعابه ونفرحوا نفرحوا. انا كيف رب العالمين ماذا بيا؟ انا باي كان لي الناس كان يحوس يقول لك راخر هو جابهم راخر، يا ودي انا غيجو اللعابه انا هذو غيجو، يا ودي لا بغات اسرائيلي جابهم من لهنا يلعبوا في ليكيب ناسيونال غيجو غيجو غيجو، انا ماذا بيا واحد كيما ذاك حجاب واحد كيما عوار واحد كيما ايت النوري واحد، يا ودي غيجيبوهم غيجيبو خرجوا واحد الخبثاء واحد الجبناء والخبثاء كيما صاروا، لا فلان لا فلان، يا ودي خليها ودي غيجو يلعبوها، نحوس على ليكيب ناسيونال، حوس شكون اللي جابهم اللي يجيب اللي ما يجيبش، نحوس على ليكيب ناسيونال انايا يكون فيها اللعابة مستوى عالي، هذه هي يبغي لي كيما سولان ماشي قارع لفلان يجيبهم ولا فلان يجيبهم، حوسها للمنتخب الوطني هذا مكان يعني. وين شاهدنا والمواجهة انت وين نقولوا والهجومية، وهذا التألق اللافت لهشام بوداوي أحيا موجة انتقادات تجاه هذا المشرف بسبب تردده في منح فرصة كاملة للعاب الواعد، والذي وذلك بالرغم من المشكل الكبير التي عرفها مؤخرا المنتخب الوطني الجزائري في خط الوسط والمستويات القوية التي يقدمها يعني اللعاب الجزائري مع ناديه جنوب فرنسا ولم تمر في الخفاء، حيث أشاد به زملائه ومدربه. وفي هذا الصدد قال نجم البوراندي يوسف يعني في تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية السابق لي أن لعبت مع عدة نجوم في أوروبا، وبإمكاني التأكيد أن بوداوي أفضل لعاب زملته من جهتي، أثنى النجم السابق المنتخب البرازيلي داني بالمستويات التي قدمها اللعاب الجزائري في الفترة الأخيرة، حيث قال بوداوي هو اللعاب الأفضل في الفريق حاليا، أتوقع أن يذهب بعيد في مسيرته الكروية. وهذا حظوة المدرب الفريق ديدي دي الذي قال في تصريح أدلى بها للإعلام الفرنسي، بالنسبة لبوداوي لعاب مثالي بحكم يعني قدرته على التأقلم بكافة المراكز الخط الوسط، فهو يملك ميزة خاصة لا تجدها عند كل لاعبين، وتتمثل في نضج التكتيكي الذي يسمح له دائما بالتواجد في أماكن يعني الصحيحة في الملعب. راك تسمع يا سي المشرف، يا وين الدبعه يلعب اعطيها انت، ضرب ميدي له مسكين ولا يدير واحد اللعابه يديرهم في تشكيله يعني يجيبهم كاع في رحمه يلمهم بلي هادو هما ماشي اللعابه، راني تاكل على اللعابه تاع 2019، يا ودي يجيب اللعابه ديال بوداوي معاه محرز ومعاه الاخر ومعاه ذاك ومعاه ذاك وخليهم يدبلوا دير اللعابه ديرها. انا شاهدناك وين مين دير تحط خطه تجيب اللعبه، تجيب ادم زرقان، تجيب بوداوي، تجيب مساكين قاعد تحطهم في رحمه يعني، وبدون خطه غير معروفه عند مربر دوب دوب دوب، هيا الشعب يبان بلي بوداوي مشي لعاب وهذا مدرب كبير، هذه هي كيما الخطه تاعهم هذا، هذا ما يحوس هو كاش حاجه وحده اخرى الشيطان.
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو ملي بشي ابوني معنا ودائما معكم بجديد وربي يحفظكم خاوتي وصحيتكم.